السلام عليكم. اهتزت الساحة الإعلامية من جديد على وقفة جريمة راح ضحيتها صحفي قدير. وحسب ما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد توفي الزميل الصحفي عز الدين تيوري عن عمر ناهز 74 سنة، متعثرا بمضاعفة إصابته بفيروس كورونا المستجد. وهكذا تودع الأسرة الإعلامية بولاية سطيف أحد أعمدتها الذي كان من الرعيل الأول من الصحفيين الذين امتهنوا الصحافة، والذي عمل بوكالة الأنباء الجزائرية في بداية مشواره الإعلامي، ثم التحق بجريدة المجاهد ومنها إلى لاكتياليتي، وليستقر في جريدة الأوريزون، كما امتهن التحكيم لمدة 10 سنوات مع مسعود كوسا وحنصال ولاكارن وغيرهم. وعلى إثر هذا المصاب الجلل، نوجه تعازينا الخالصة لعائلة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.